انا كنخلص الكراوت ونبقى بالجوع، انا خصني ضروري سكنه. اللي كان انا بغيت هذا ميساج للملك ديالنا والمسؤولين، عطوني سكن. راه مغربيه، راه من حقي في السكن، عطوني سكن. هو كاين في الدستور سكن. اللي عيب وحشومه انهم يتحسبونا ونسميوهم مغاربه وعندهم غيره على خوتهم. نهار اللي هي صوبات شين باش بدا خدامه فيها، مشاو حتى هما صوبوها. انا هي الام، انا هي الاب، يعني نتوما راه بحال كتاكلوا رزق ديالي تامه. شي واحد لا كان عارف المشكل ديالي وبغى يعاونني غادي يجي يعاونكم نتوما. دابا شويه في القناه ديالك، كيفاش جاك بعد التفاعل ديال الناس ملي بديتي كتحطي فيديوهات؟ واش جاك داكشي اللي وعدناك به في الاول ولا لقيتيه ولا لا؟ بصراحه لا، الصراحه لقيت تفاعل وكنشكر اشواقع بزاف لانهم وقفوا معايا وحلوا لي هذه القناه. ولكن لما كانتش خدامه صعيبه بزاف. هو راجل وكيتغلب، تيقول لك انا ما قادش على المسؤوليه. وفكر كيفاش انت راجل وما قادش على المسؤوليه، شنو غتقول لي امراه؟ انا طايحه في مشكل، ديك المسؤولين ودوك اللي والمحكمه وداكشي اللي غيوقف معايا والجمعيات وهذه ما لقيتهمش. يعني خلاك في الشارع انت والبنت، يلا بنته يلا تزادت بلاصه ما يفرح بها، وهذه خلاها في الشارع وهرب، لاح ليا المسؤوليه وهرب. الاقل عفراش في الناس، دابا دخل البرد وانا كنعس مني الحصاره. يعني باش نحطهم في الصوره مشاهدينا، حنا الان في زياره، يعني انا اول مره كنزور هويام فين ساكنه. صراحة بالنسبة للحالة ديالها في البيت، في حالة صعيبة شوية، لأن غادي نهضر معكم بالدارجة، أنا كاين غير حصيرة، كاين جوج مانطات هي وبنتها في البيت يعني بوحدهم. هاد الجو كاين دابا الشتوى، كاين البرد، يعني صعيب بزاف باش أنها تبقى ساكنة في هاد الحالة هادي. وكما كتشوفوا يعني من بعد غادي نصوروا لكم. مشات حيدت السطال وقالت ليه هذه مغربيه تقدر تخرج وتدبر على راسها، ما نعطيهاش، لان ديك السيده اصلا تتخرج. قالت لي هذه مغربيه تقدر تخرج وتدبر على راسها، وبقات تقول لي انا اسف والله. قال لي هذه بنت بلادك بحال هكا. متابعينا الاعزاء على اشواق تي في، كنحييكم مره اخرى. معنا عائشه اللي تعرفت بهويام، والناس اللي تبعوا الملف ديالها والقضيه ديالها من الاول، حنا لحد الان مازال معها. اليوم جينا عندها البيت ديالها باش نصوروا لكم ونوصلوا لكم الظروف ديالها كيفاش كتعيش، لانه ماشي ديما الانسان كيف ما كنشوفوه في الشاشه ولا في الفيديوهات هو الواقع ديالو. في الواقع حاجه والفيديوهات حاجه اخرى. عائشه، الناس غيبغيو يعرفوا فين ساكنه وكيفاش دايره الحاله ديالك حاليا، يعني من بعد الشهره واش تزاد شي حاجه، واش تحسنات بعد شي حاجه ولا لا؟ السلام عليكم، انا عائشه الملقبه بهويام راقصه. صراحة أنا درت البول وتشهرت، ولكن ظروفي بقى هي صراحة. لقيت مساعدة من عند واحد الناس في أوروبا كيصيفطوا ليا باش خلصت الكرا، باش كليت، يعني مساعدة بسيطة، يعني باش كتخلصي الكرا وباش كتاكلي. ولكن ظروفي باقا كما هي، يعني باقا كنخلو عمل الكرا لا يوصل، باقا ما عنديش الفراش. نتوما جيتو شتو من إمتى وانتي كاريه هنا؟ منين تمشي ساكنة؟ شحال تقريبا دابا المدة؟ صراحة أنا ما خليت فين سكنت، سكنت في مراكش، سكنت في طنجة، المغرب كامل تساريت. ومن نهار مشى راجلي وأنا كنقلب على الكرا، لأن مكنرتاحش، يعني واحد كيكون ميسور وساكن في واحد البلاصة زوينة وما بين ليلة ونهار تبقى كاري البيت، فهمتي؟ وأنت عارف يعني الطواليط مشتركة مع الجيران مكرفسة بزاف. بغيت نعرف كيف مسولتك منين تمشي ساكنة هنا في كازا في هذا البيت اللي حنا دابا فيه، شحال ديال المدة دا؟ هاد البيت سكنت فيه يلا شي 4 شهور بحال هكاك. يعني 4 شهور انت ساكنه انت وبنتك؟ 4 شهور كامله الحاله كيما هادي، يعني كيما جينا دابا لقينا كاين غير حصيره ما كاينش فراش، الحاله كيما هكا. انا 3 سنين دابا باش هرب راجلي، كنت كريت بيت بحال هذا، كنت ناعسه على الحصيره، وكانت جات واحد الفنانه
راقصة سميتها شاكيرة، جات هي ووالديها وكانوا عطاوني الفراش وعطاوني شحال هذه مدة 3 سنين دابا، ولكن ملي تأزمت ما لقيتش باش ناكل بعت كل شيء. دابا عاوتاني شريت حصيرة وعندي واحد 3 المانطات، وديك المانطات عطات لي واحد المرأة ناعسة على الضف، ولكن انا ما كنرضاش نطلب شي واحد. هادشي شريتيه من بعد ما بنتي فيديوهات ولا كان عندك قبل؟ لا الحصيرة كانت عندي قبل، ديك المنطة حتى هي كانت عندي قبل، هذيك المنطة جات من دارنا باش تغطيت بها. صافي انا راه عندي حصيرة وشي 3 د المنطات تما، ما يعني راه ما مشتين ما عنديش فين غنجمعهم. دورتي كاميرا تلقى المواعن مشتين في الارض، كنطيب في الارض، المهم الظروف صعيبة بزاف. انا عادي الميلودي هدر قال لك انا بغيت نعاونها باش تغني ودير مستقبلها، ولكن راه باقي ما ردش عليا، انا كنتسناه يرد عليا لان هادشي خصو بزاف. يعني مازال كتسناه حاليا؟ انت دابا كتباني الشاشه كتباني للناس، مازال كتسناه يعني في اليد اللي غتمد لك واللي غادي تعاون؟ انا كنتسنى شي فنان. بعدا عادي الميلودي راه هضرنا معاه وقال لك غادي يحتضنني غيعاونني، ولكن انا باقا كنتسنى ان شاء الله. كنتمنى يكون زعما تكون يكون على قد كلمته ويعاونني. وفعلا هو يعني وعدك راه غادي يعاون، غير ما كتعرفي هذا الان العام راه كيحتاج واحد شويه ديال الوقت. اه انا كنتسنى، ولكن حاجه وحده اللي بغيت هي على الاقل يشوفوها، على الاقل عفراش في الناس. دابا دخل البرد وانا كنعس مني الحصيره. يعني باش نحطهم في الصوره مشاهدينا، حنا الان في زياره، يعني انا اول مره كنزور هيام فين ساكنه. صراحة بالنسبة للحالة ديالها في البيت في حالة صعيبة شوية، لأن غادي نهضر معكم بالدارجة، أنا كاين غير حصيرة، كاين جوج مانطات هي وبنتها في البيت يعني بوحدهم. هاد الجو كاين دابا الشتوى، كاين البرد، يعني صعيب بزاف باش أنها تبقى ساكنة في هاد الحالة هادي. وكما كتشوفوا يعني من بعد غادي نصوروا لكم المواعن ديالها كيف ما قالت، كاملين مشتين الحوايج ديالها، يعني كاين حاطاهم غير في شنطات. حوايجي محطوطين في شنطات من نهار دخلت لهاد البيت، حوايجي كنجمعهم غير في الشنطات. ما عندي ماريون تفي حوايجي، ما عندي طبله ناكل عليها، ما عندي المواعن مشتين، مهم بزاف. يعني مشاهدينا السبب اللي خلانا اليوم نجيو نزوروها هو مجموعه من الناس اللي خلاو تعاليق، عندنا عائشه دخلوها الفلوس، الناس صيفطوا ليها. فعلا كاين ناس اللي تعاونوا معاها ولكن بواحد المبالغ، لانها كانت كيتسالها الكرا، لانها خلصت الكرا باش انها تبدا خدامه في شينيو شيب. يعني حاولت انها تدخل الويفي، انها شرات يعني واحد لاباراي ديال الضو باش انها تبدا خدامه. ولكن الاشكال هذاك الشيء غادي نصوروا من بعد، ولكن الاشكال هو كاين واحد الناس اللي عيب وحشومه انهم يتحسبوا ونسميوهم مغاربه وعندهم غيره على خوتهم. ان نهار اللي هي صوبات الشين باش بدا خدامه فيها مشاو حتى هما صوبوها. شفتي هاد الشين هادو اللي صوبوها؟ شوفوا انا كاينين بزاف في المغرب حلوا قناه بسميتي، كندخل كنلقى بزاف ديال القنوات فيهم فيديوهات ديالي كيهزوهم، ما عرفتش كيفاش كيهزوهم من اليوتيوب ومن الفيسبوك، كيهزو قناه انا بحال دابا كنحط شي فيديو وكنبقى نعاود عليه، تيهزوه وتيحطوه في القناه ديالهم وتيقولوا حنا هما هيام، فهمتي؟ تيبقاو يهضروا بسميتي وتصوري غير، ما فهمتش علاش كيديروا بحال هكا. ديروا شي حاجه ديالكم كما انا درت ديالي. انا نهار ضريت وقع لي مشكل خرجت، راه شفتوني كيفاش خرجت وكيفاش هضرت. انا ما فيا حتى انا منهز شي فيديو ديال شي فنانه ونحطه ونقول انا هي ديك الفنانه، ولكن انا تنبغي شي حاجه ديالي. نتوما ديروا شي حاجه ديالكم، لان انا عندي وليدات وخصنا نحسبهم يتامى، لان بنتي انا ما كاينش اللي كيصرف عليها وولدي ما كاينش اللي كيصرف عليه، انا هي الام انا هي الاب. يعني نتوما راه بحال كتاكلوا رزق ديال اليتامى. شي واحد لك انا عارف المشكل ديالي وبغى يعاونني غادي يجي يعاونكم نتوما. حاولوا ديروا شي حاجه ديالكم، راه بحال كتسرقوا الحرام راه تديروه. ملي كتاخذ ليا انا شي هذيك القناه ولا تصاور ولا فيديوهات وكتقول انا هذه ديالي كتكذب، راه بحال كتسرق، لان هذوك الفيديوهات ديالي انا تنحطهم باش الناس يشوفهم ويتفاعلوا معايا انا، لان هذيك تصويرتي وهذاك الفيديو راه ديالي. حسبي الله ونعم الوكيل على هاد الناس اللي تياخذوا القناه وهاد الشيء ديال الناس الدراوش، كيخليو الناس الكبار وتمشيو عند وحده دراوش. يعني شي واحد باغي غير باش ياكل باش يساعد راسو، انت درويش وكتسرق واحد الدرويش بحالك، شوف الفوق
ما عرفتش كيفاش نشرح لهم. يعني فعلا نحشوما في الاول احنا ملي حطينا لاشين ديالها باش ان الناس تدخل تعاون معاها، نادو ناس كيهزوا الفيديوهات وكيبداو يحطوهم وكيبداو يعني يسترزقوا من ظهر ديال واحد الانسان اللي كيما شفتوا يعني الحاله، هو فين ساكن وفين عايش وخصو بزاف تحويش باش يلاه انا يقدر يعني يخدم ويقدر يوفر يعني وليداته باش ياكلوا ويقدر يوفر. تخيل غير الفراش ما عندوش، هو يلاه باغي يبدا يخدم باش يدير بعدا غير الفراش. حنا الحمد لله الان حنا والطاقم درنا واحد المجموعه ديال الحمله ديال الصينيه على اي واحد هز فيديو يعني محتوى من المحتويات اللي كتحطوا اما عندنا اما عند القناه ديال عائشه، انا كنسينياليوه ولكن حشومه ما بغيناش نتصرفوا بهذا التصرف ولكن حشومه وعيب. كنتمنى لكم انكم كنتو تفرجوا هذا الفيديو توصل لكم الميساج، راه حشومه وعيب. انا الانسان اللي محتاج خليه يسرزق، وانتو نتوما حاولوا ديروا شي حاجه ديالكم، حيت هي كيف ما قالت حتى هي نهار اللي بغات دير ما بغاتش تفرج شي واحد وما بغاتش تاخذ محتوى ديال واحد اخر وتخدم به هي. وكما شفتوها الحاله راه 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 حاله صعيبه وانا خدامه غير على راسها. يعني حاولوا انكم تخليوها تخدم، لان الناس كيدخلوا كيتفرجوا فيكم والغريب هما كيدخلوا كيحطوا كومونتير كيقولوا انا 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 هي عايشه وهي راه ماشي لاشين ديالها. يعني الصراحه حشومه، راه حنا كما كتشوفونا واقفين معاها وبزاف ديال الناس وقفوا معاها. خليوها هي تخدم. عايشه شنو تبغي تقولي لهم؟ انا تنقول لهم شوفوا، كتشوف هاد لاشين هادوك تشوفهم كيحطوا الفيديوهات كتشوفهم. انا تيدخلوا عندي الناس من فرنسا من اوروبا كيقولوا لي احنا درنا لك ابوني وكيصيفطوا لي القناه، كنقول لهم لا ديك القناه راه ماشي ديالي، تنعاود نصيفط لهم القناه ديالي. الناس راه ملي كيديروا لكم ابوني تيعيطوا ليا وتيهضروا معايا وكيلقاو بلي القناه ماشي هي وكيعاود يمشي يحيدها له، وكاين اللي باقي ما عارفش من بعد غيعيط ليا غيمشي يحيد لي. انا رجعت نقول لهم ان شاء الله انا نعطيكم الانستغرام ديالي حطوه لي في القناه وصافي. الناس بقاو يسولوني في انستغرام واش القناه ديالي وغنقول لهم. بديتي خدامه شويه في القناه ديالك، كيفاش جاك بعد التفاعل ديال الناس ملي بديتي كتحطي فيديوهات؟ واش جاك داكشي اللي وعدناك به في الاول ولا لقيتيه ولا لا؟ بصراحه لا الصراحه لقيت تفاعل وكنشكر اشواقع بزاف لانهم وقفوا معايا وحلوا لي هذه القناه. وهذه القناه ان شاء الله غادي يعني ما كنتش كنعرف نصيفط فيديوهات طوال، وحمزه راه وراني كيفاش نصيفط فيديو طوال، ودابا هو راه جا باش كيوريني وتعلمني كيفاش نخدم، حيت انا اول مره غندير الشين ديالي وهادشي انا ما كنتش كنفهم فهادشي. حتى لي كومونتير اللي كيخليو لك الناس في لاشين ديالك كيفاش جاوك؟ صراحه كومونتيرات زوينين، انا كنشكركم بزاف. وكاين اللي كيدخل تيوريني كيفاش ندير، صراحة تنشكرهم بزاف كاع المغاربه اللي متضامنين معايا كنشكرهم. وكنتمنى الفنانه يديروا معايا شي حل، انا بقى صغيره وفهمتي وراه عندي موهبه نقدر نغني نقدر ندير بزاف ديال الحوايج الا بغى شي واحد يعاونني باش نضمن مستقبلي، لان انا عندي جوج اطفال وبغيتهم اللي كبروا يلقاو على الاقل دار فين يعيشوا فيها ديالهم، ما يلقاوش راسهم كيتلوحوا في الكراوات، حيت انا ما خداماش وانا هي الام وانا هي الاب. يعني كون كان عندهم غير باهم ماشي مشكل راه يموت ويجيب ليهم ولكن راه امهم راه صعيب الحال شويه. يعني الدري ولا البنت ملي تكبر وكتلقى راسها يتيمه وما عندهاش الاب وامها كتخدم راه كتدخل في ازمه نفسيه. انا ما بغيتش ولادي يوصلوا لهذا الحال. هادشي دابا انت جربتي وعشتي فيه، يعني ما بغيتيش ولادك حتى هما يطيحوا فيه؟ انا هادشي جربته، انا امي كتخدم. المهم بلا ما نعاود، انا دزت واحد الظروف صعيبه ما بغيتش ولادي يدوزوا فيها. بالنسبه للقناه ديال عائشه راه هي قناه كاينه في يوتيوب، العدد ديال المتتبعين ديالها اكثر من 60000، يعني الحمد لله هنا بان التعاون ديال المغاربه وهادشي اللي فرحنا اكثر وخلانا نبقاو واقفين معها، ان كاين اكثر من 60000 متابع اللي اشتركوا في قناه لمده اسبوع وهي الحمد لله راه خدامه دابا فيها. كيف غادي نرجع نذكركم اننا جينا اليوم باش نصوروا يعني عائشه فين ساكنه، وانا داكشي يعني الناس اللي كيقولوا ان راه دخلت الفلوس ودخلوها الفلوس ودارت لاباس راه مازال الحال كما هو عليه. بعدا شريتي الماتريال بعدا باش بديتي تخدمي في لاشين ديالك؟ دخلتي الواي فاي واحد الناس الله يعمر هضر ما نجبرش سميتهم صيفطوا ليا، كاين اللي صيفط لك 3000 درهم كاين اللي صيفط لك 1000 درهم. دخلت الواي فاي دخلته ب 700 درهم، غنبقى نخلص كل شهر 240 درهم.
شريت داك اللي داك الضو اللي كيتحط فيه التليفون وكتبقاي دوري هو الفوق، شريته. المهم انا شريت واحد رارونج كيدير 150 درهم. وهادشي مزيان يعني لحد الساعه راه مزيان، لانك كيما الناس بغاو كانك تبيع دي من الرقص وداك الشيء، بديت خدامه بحال هكا في الدار، وراه حتى هما راه ما دخلوش عليك، قالوا لك غنعاونوك، عاونوك في لاجي. السكن مضيعني، خارج عليا، انا كنخلص الكراوت ونبقى بالجوع، انا خصني ضروري سكنه. اللي كان انا بغيت هذا ميساج للملك ديالنا والمسؤولين، عطوني سكن، راه مغربيه، راه من حقي في السكن، عطوني ساكن. هو كاين في الدستور ساكن، ولكن انا تنطلبكم، هو راه حق حقي، ولكن انا نطلبو ليكم، والله يسهل عليكم، راه عندي اطفال، راه مستعد ندير اي حاجه، ولادي خصهم السكنه. يعني هذا المشكل ديال السكن هو مشكل يعني كيعانيو منه ماشي غير انت، كيعانيو منه بزاف ديال المغاربه اللي كينعسوا في الزنقه، والناس اللي ما عندوش فين يسكنوا، والناس اللي عندهم 7 حتى 9 الاولاد. ولكن واحد المساله الناس غادي يبغوا يعرفوها، واش صعيبه ام ولا امراه تلعب دور الاب والام في نفس الوقت؟ ماشي صعيبه، ماشي عليك انت، هضره بصفه عامه. شوفوا احنا نهضروا في الواقع، شي في اوروبا في اي دوله المراه اللي كان عندها سالير وخدامه ماشي مشكل تخدم، يعني دور الاب والام ماشي مشكل، ولكن لما كانتش خدامه صعيبه بزاف. هو راجل راجل وكيتغلب، تيقول لك انا ما قادش على المسؤوليه. وفكر فكر كيفاش انت راجل وما قادش على المسؤوليه، شنو غتقول لي امراه؟ امراه وما قاريه، ما عندها شهاده، ما عندها صحه، ما عندها، وعندها واحد المسؤوليه. وهي بالنسبه لي نهضر على راسي، كنت كنعيش ديال راسي، كنت عايشه في السعوديه مع راجلي، عمري ما خدمت، دوزت الفلوس، دوزت، ما عنديش الكتاف ديال الخدمه. نجيكم بصراحه، واحد من تيقول لك سيري تخدمي وانت عمرك ما خدمتي وما كتعرفيش تتصرفي مع الناس، وانت طايحه في مشكل، ومن الفوق عندك، كنعاود على شحال هذه، ومن الفوق عندك تربيه، تربيه الله تزادت للدنيا، واش تربي بنتك ولا تخدمي ولا تلوحيها؟ انا بعدا شحال هذه تنحمد الله ونشكره ان داك الصبر كامل وديك 3 سنين دازت بلا ما نحماق، بلا ما يوقع ليا والو، كنحمد الله ونشكره. وانا ملي كنشوف بنتي كبرات وصلت عندها 2 عامين وداخله في 3 سنين، وانا دزت من اصعب ديال الظروف وباقى الحمد لله بعقلي، كنقول الحمد لله والشكر لله، لان ما تسطيتش، لان واحد اخر غتسطى. كيفاش امنتي راسك راجلك وعشتي معاه قبله وكنتي كتبغيه وزيد وزيد، في الاخر يلوحك للشارع وانت نافسه يلا ولدتي، يعني ماشي صحيحه، ولا في داركم، ولا هو عارف ما عندك حتى واحد، يعني واخا عندكم داركم راه داركم كثر منك، ما غاديش يعاونوك، يعني خلاك في الشارع انت والبنت، يلا بنته يلا تزادت بلاصه ما يفرح بها، وهذه خلاها في الشارع وهرب، لاح ليا المسؤوليه وهرب. يعني متابعينا احنا اليوم كيف ما قلنا لكم، انا غادي نرصدوا يعني الحياه ولا فين كتعيش عائشة اللي تعرفت في هويام، لان مجموعة من المغاربة كيتبعوها وكيرسلوا لنا رسائل باش اننا نبقى واقفين معها. وحنا الحمد لله كيف ما وعدنا النهار الاول، حنا راه باقيين لحد الساعة معها. رسالة للناس غادي نكررها، اللي كيصوبوا قناة في سميتها واللي كيسترزقوا على ظهرها، راعيوا شوية وشوفوا غير هاد الحالة وشوفوا هي فين ساكنة وشوفوا مناش كتعاني، راه غادي نتفاهموا. يعني واخا نبقاو نهضروا لكم هادشي اللي غادي تشوفوه اليوم، غادي تقدروا تفهموا منه بزاف. بالنسبه للناس اللي كيهضروا في لي كومونتير كيقولوا بان هادشي تفاهه، باش انا نخليو هاد السيده هي ولادها وما يتسوق لهم حتى شي واحد، ما يتعاون معاهم حتى شي واحد، هي مغربيه اللي هي ختنا واختكم، تما غادي ما غاديش تكون تفاهه، تما غادي نكونوا مزيانين. ولكن بالعكس حنا راه الا وقفنا معاه وقفتوا معاه انتوما، حنا راه حاربنا التفاهه، حاربنا الفقر. شتيكو كانت المساعدة، يعني الشعب كيتساعد بعضياته، وما نهضروش حنا على المسؤولين، كو كانت غير المساعدة مع بعض ما كانش المغرب غيكون فيه. عرفتي راه دخلتي الاذاعات، هذا التواصل الاجتماعي راه هادشي غير اللي شفته، راه باقي شي حوايج ما شفتهمش وما كيبانوش، راه بزاف وحق الله بزاف. علاش هادشي كامل ما كاينش المساعدة؟ وانا مشيت غير لتركيا، نهار هرب راجلي مشيت لتركيا باش نتبعو، عيطت لي واحد السيده جزائريه وخلصت عليا البي، ومشيت لتركيا باش نتبع راجلي، طحت اون بان في الزنقه، ما عنديش فلوس باش نشد لوطيل، مشيت لواحد القهوه وجلست فيها وبقيت كنكلم فيه، وقال لي ليبي ليبي ماشي مغربي، من ليبيا، راه غيشوفني يقدر يعرفني. قال لي شبيك علاش جالسه هنا؟ عاودت ليه، قلت لي انايا شنو وقع شنو، قال لي مغربيه غنتزوج بيها عايشه معايا في الدار الله يعمرها دار، قال لي بنت بلادك غتكبر بك، هو تيهضر بالليبي انا كنقول لكم المغربيه، قال لي راه غتكبر بيك وغتهلا فيك. وهذه ملي داني عندها
دخلت السلام بدات تضرب، قلت لي شنو شكون هذه؟ قال لها مغربي. قلت لي لا لا، وشويه تنسمعها في البيت كتخاصم معاه، وشويه ما تسوقش لها، هو هضر معاها بقى تيطلبها وهذه، وشويه في الصباح جاب سطل ديال فيه شامبو انا داكشي وعطاه لي، قال لي يا اختي دخلي الحمام دوشي وخدي راحتك، ومشات حيدت السطل وقالت لي، قالت لي هذه مغربيه تقدر تخرج وتدبر على راسها، ما نعطيهاش لان ديك السيده اصلا تتخرج. قالت لي هذه مغربيه تقدر تخرج وتدبر على راسها، وبقى تيقول لي انا اسف والله، قال لي هذه بنت بلادك بحال هكا. ولكن المغاربه ماشي كاع كاملين هكا، كاينين مغاربه اللي تساعدوا معاك ماشي كاملين عاوتاني، من عموش ما حنا ما كنعموش، كاينين ولاد الناس، ولكن شي الهضره اللي تنقول غيعرفوها بزاف، وقعت لهم في فرنسا في اوروبا، كيمشي تلقى خوه المغربي وطايح اون بان وما كيعقلش عليه. انا كتعاود لي لبنانيه، قالت لي انا لقيت بنت بلادي لقيتها في فرنسا، قالت لي تنتعانقوا، قالت لي كنت كاريه دار، قالت لي وهي كانت كاريه غير واحد استوديو صغير، وجينا وسكننا مع بعضياتنا باش نتعاونوا على الزمان، وهي خدات بيت وانا خديت بيت، وعشنا بلاصه ما هي تسكن في دار وانا في دار، وحنا جايين لديك الدوله باش نخدمو، حنا غنتجمعو في دار وحده، فهمتي؟ وبقات تعنق وفرحات وكتقولك هذه بنت بلدي. هادو لا، ماشي ما تنعممش، كاين واحد الفئه ما تتسمعك مغربي وهي مغربيه ما كيتساعدوش، الا ما تشفاو فيك ما يساعدوكش. حنا راه ماشي كنطلبو، حنا انا طايحه في مشكل، انا ما تنطلبش، انا طايحه في مشكل، ديك المسؤولين ودوك اللي والمحكم ودكشي اللي غيوقف معايا الجمعيات وهذه ما لقيتهمش، هذوك اللي خصهم يوقفوا معايا، هذوك اللي كيتخلصوا جمعيات وهذوك كيتخلصوا هذه اللي خصهم يوقفوا، ما لقيتهمش. علاش انا نعس في الزنقه؟ انا عندي فيديو كيشهد على هذا الشيء كامل، وبنتي كانت صغيره، هي وصلت عندها 3 سنين دابا، انا عندي فيديو من نهار تزادت بنتي، وعندي محضر درتو نهار تزادت بنتي، تنقول لهم انا في الشارع ودعيتو وراجلي في المغرب قبل ما يهرب، ما شدوه ما داروا. يعني كاين بزاف ديال الحوايج وكاين بزاف ما يتعاودو ما يتكال. متابعينا كنتمنى انكم تكونوا تبعتوا معنا الفيديو ديال عائشه، كيف ما سبق وذكرت اننا جينا نرصدو وجينا نوريكم يعني هي فين كتعيش، رغم الشهره رغم البوز رغم هذوك يعني الكومونتير اللي كتقولوا انها راه دارت فلوس ذات البس، هي الحال كما هو عليه. كنتمناو ان الناس يدخلوا ويساعدوها من بعد الفيديو، وحنا كيف ما وعدناكم وعدناها حنا مازال معها، وكنتمنى انكم تدخلوا وتابونوا عندها في القناه ديالها اللي حاليا وصل عدد المشتركين فيها اكثر من 60 الف ابوني، وهذا هو جهدنا على عائشه، وحنا مازال واقفين معك ان شاء الله حتى تعاون راسها وحتى تهز راسها وتهز وليداتها اللي انا هما الان قدامنا. تبارك الله عليكم، وكنتمنىكم انكم توقفوا معها حتى نتوما. شكرا. اشترك الان في قناه اشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.